الو 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 ايوه هنا. ايوه مساء الخير. مساء النور. اتعرف بيكي؟ انا مش سامع كويس، ممكن تعلي صوتك شويه بعد اذنك؟ اقول لحضرتك انا اسمي جنى. جنى، ازيك يا جنى؟ الله يسلمك يا اسامه. انا يعني دلوقتي يا مامي سامعاك وانا بحكي معاك مشكلتي. طبعا هي عايزه تجوزني حد سياسي ومركزه الاجتماعي والمادي يليق بينا. طبعا جواز صالونات وانا مش بحبه ابدا. مستحيل طبعا هحبه في يوم من الايام. بحب حد تاني مستوى المادي اكيد يكون ضعيف جدا، هي مش عاوزه تقتنع بكده. مستحيل، هي عايزه حد يليق بينا، يبقى لازم يبقى ثري جدا. طيب استني بس، استني خليني اسالك يا جنى، انتوا من عيله ثريه جدا؟ جدا جدا. ومستواك التعليمي ومستواك الثقافي ومستواك الفكري، اصلا على فكره الفلوس مش هي الحدوته، مش هي المقياس. يعني ياما في ناس كتيرة جدا عندهم فلوس ولكن مستوى الثقافة بتاعهم والحياة بتاعهم مستوى المتوسط بتاعنا. والله يا أذنة مامي مش بتقتنع بالكلام ده. طبعا هي محسنة ان هي طول الوقت في السلطة التنفيذية. احنا مفروض نمشي وراها ونقول موافق. مستحيل لو حد قال غير كده هيدمر نفسيا. طبعا بص، عايز اقول لك حاجة، اي ام في الدنيا واي اب في الدنيا مش هيجنوا. انا بابا متوفي وشخصيه كانت ليها اهميه عريقه. وماما متوفيه بس دي انا جدتي هي اللي ربتنا، احنا ثلاث بنات توائم. انا اخر بنت. فطبعا مش عارفه، حاسه ان انا. بصي عايزه اقول لك حاجه، تعالي نتكلم بالراحه بس دلوقتي، واتمنى ومبسوط ان هي بتسمعني، اتمنى يعني ان كلامي برضو ولو يوصل لها. يا سامعك. اي اب واي ام او اي جده او اي جد ربه وحل محل الاب والام، حتى لو محلش محل الاب والام، بيبقى شايف ابنه او حفيده هذا الطفل اللي ما بيكبرش. يعني انا النهارده عندي ابني الكبير عنده 15 سنه عايز يخرج يتفرج على الماتش مع اصحابه، كل الناس خارجه في الشارع، انا قلقان لاني برضه ما زلت شايفه الطفل صغير قوي، مع انه ما بقاش طفل، ده طولي، انت فاهماني؟ فكل اب وكل ام بيخاف على اولادهم بيبقوا مرعوبين وعايزين لهم احسن حاجه. احسن حاجه دي بتفرق من شخص لشخص على حسب فهمه للامر واحساسه للامر. في امور كتير جدا في الدنيا بنوزنها بثقافتنا وخبرتنا. فانا كراجل النهارده عندي اولاد، خبرتي في الدنيا بتقول 1 2 3 4 وشايف ان انا صح. بغفل تماما ان الجيل ده ليه طريقه في تفكيره وطريقه في ثقافته وطريقه لتناول الامور، وبغفل تماما ان انا كنت في يوم من الايام في سنه. فمع الاسف ده الفجوه اللي ما بين الاب والام واولادهم اللي بتخليهم يفكروا بالشكل ده. ده مش معناه ان جدتك او والدتك مش عايزاك لك احسن حاجه في الدنيا. انا مش عارفه اقول لها، احنا اصلا كبرنا بنقول لها يا مامي، كنا بنقول لها يا أنا، بس هي قالت لا أنا اللي ربيتكم، المفروض أنا لقب مامي ده يبقى إحساس وتكليف. طبعا أنا مش حاسة بكده، يعني حاسة إن هو إن أنا مش عارفة تحبني جدا، بس كل ما أجي أتكلم عنه تقول لي بس خلاص ما تجيبيش سيرته، مش من مستوانا. بص عايز أقول لك حاجة، مش معنى مش معنى، أنا هقولها لك بمنتهى الأمانة لأن إحنا في مجتمع شرقي والمجتمع الشرقي ده ليه عادات وتقاليد. مش معنى انك رافضه تتجوزي الشخصيه اللي هي مختارها لك، الشخصيه العاليه الغنيه اللي في مركز اجتماعي وسياسي وثقافي كويس، وانت مش شايفه انك ممكن تحبي الانسان ده، ده حقك انك ترفضيه. على فكره قلت لها انا ما، انت ما تعرفوش اللي انا ما قلتوش ان انا مش فيجن. انا اصلا اتجوزت، يعني انا ارمله. يعني احنا انا ارمله، هي طبعا عندي 26 سنه، احنا ثلاث بنات توائم. جميل. التوائم متجوزين قضاة وكمان حياتهم العاطفيه مش مستقره. هم اللي قالوا لي كده ما تتجوزيش الا عن حب. برضه مامي اللي جوزتهم من الجوازات اللي هم ماديا واجتماعيا. طيب انا هقول لك، هقولها لك تاني، من حقك ترفضي العريس اللي متقدم لك، من حقك. اقعدي كده من غير جواز. جميل، بس مش من، بس برضه ما ينفعش ان انا ارفض انسان واروح ارتبط بانسان
احنا بنتكلم النهارده على اللي يستحق واللي ما يستحقش. ارتبط بانسان في فجوه كبيره جدا ما بين مستواه ومستواه الثقافي والفكري والاجتماعي وكل حاجه، لان هنا هيبقى في ازمه كبيره. انت النهارده ما نضحكش على نفسنا. بصي عايز اقول لك حاجه، ما تزعليش مني والناس كلها ما تزعلش مني. حدوته انجي وعلي ابن الباش جنايني دي كانت قصه اخترعوها ايام 52 بعد الثوره. لا بتتكرر ولا بتنفع. انا بقولها لك لان انا شفت قصص قدامي كتير ما نفعتش، بيبقى فيها فجوات. انا عايزه حل اعمل معاه ايه؟ انا هموت نفسي؟ لا تموتي نفسك ولا حاجه. بصي لا تموتي نفسك ولا حاجه، اصل قصص الحب بتيجي في حياتنا وبتمشي، وبتيجي قصص تانية وبتمشي، وبتيجي قصص تانية وبتمشي. الحدوته انا بقول كيس بيه وما بقللش من قيمته كبني ادم، لان كلنا ولا التسعه، انت فاهماني؟ انما لما بنخش في الحياه العمليه ونرتبط ونتجوز، اي عيوب؟ مفيش بني ادم في الدنيا مفيش عيوب، الانبياء فيهم عيوب. هو لا يليق ماديا. ماديا هو ميح قوي. لا سوري مش عارفه يعني ايه ميح. يعني ممسوح قوي، مفيش اي حاجه، ما عندوش اي امكانيات. امكانيات ماديه؟ اه واحد بسيط جدا يعني، حد بسيط. يعني بيشتغل مثلا عامل، بيشتغل موظف؟ لا مهندس بسيط يعني. مهندس يعني ما عندوش حتى شقه يسكن فيها؟ ما عندوش؟ لا هو موضوع شقه ما بتعترفش، هي شقه بتعترف بفيلا طبعا وحاجات زي كده. لا ما احنا ما ينفعش نأفور في الدنيا يعني، برضو انا بقول لها هي وهي سامعه. مره تقول لي خلاص علشان انت بتعيطي انا هضطر اوافق، بس خلاص يجي يعيش معانا هنا في الفيلا. ومرة تسكت كده وتقولي لا الشخصية التانية سياسيا وماديا واجتماعيا. يا ستي الفاضلة لا بالشخصية السياسية ولا بالشخصية الاجتماعية ولا بالشخصية المادية ولا بالمليونير ولا بالملياردير ولا بأي حمدي. أنا هقولها تاني ببساطة خالص لحضرتك والوالدة حضرتك اللي بتسمعني. المثل البلدي بيقول حبيبك اللي تحبه تبلع له الزلط. لو انا لما نقول في فرق في المستوى المادي كبير، ولكن الانسان ده انسان مهندس محترم اللي بيبني مستقبله، انسان كويس، يبقى ياخد فرصته في حياته ويبقى انسان كويس. طالما هيقدر يعيشها حياه كريمه وهي قابله بهذه الحياه الكريمه، هي مش عايزه تعيش في قصور وفلل، هي عايزه تعيش حتى في شقه بس مع انسان توده تحبه تشعر بيه. لما يقعدوا مع بعض بالليل يحطوا قدامهم حتتين جبنة رومي على شيدر على لقمة عيش على بتاعه، بيتفرجوا على التلفزيون وبياكلوا، يبقى في على وشهم سعادة. البني آدم ما بياخدش معاه وهو ماشي ولا فيلا ولا عربية ولا حساب البنك ولا هدومه ولا ألمظاته ولا مجوهراته. البني آدم بيعيش حياته زي ما يعيشها وبياخد معاه لفافة بيتلف فيها، فلازم يعيش حياته سعيد. أهم حاجة لو الإنسان ده هيسعدك بجد وقادر يسعدك، بس ما تحطيش على عينيكي شاشة كده وتبقي مش شايفة وتحكمي، لا اكشفي عينيكي وبصي واحكمي وقيمي. لو هيسعدك بجد يبقى ليه لا، مش عيب. القصة مش في وكيل النيابة ولا القاضي ولا رجل الأعمال ولا الأستاذ الدكتور خالص، قصة في قلب بيحب قلب، فكر مناسب مع فكر، لسان الكلام اللي بيخرج منه بيلمس قلب مش بس بيخش في ودن ويطلع من الودن التانيه.